ولن نقول الناس هم بشي بساق هي ددي ما دي ما قاعدين نشتغلوا نسروا ايش نسروا سمسم نسروا لوبيا فول بيت دقن غير الكلام والشين خلاص هرب ده ما جا خلاص ما غير لنا مرة واحد طوالي قام هو أول حاجة بدأ هنا ده بيجوا بيدقونا بالطيران الطيران ده بيجوا بيدق شديد والناس ما بعرفوا بعملوا شنو للطيران سمسم اللوبيا وشنو داق ما خير جرينا خلينا هل انت بجري هل انت بنوم جوا هل انت بكون في انغريبا ولا انت بكون وين ما هنا خلاص فرينا والتاني بنلقى ايش وين والله طبعا انا في الاعتقاد بتاع حاجه انا قاعد نفكر فوقه انا ما قاعد نفكر في حاجه كثير انا قاعد نفكر بس في السلام السلام ده بيجي راجع كيف المستقبل بيجي جبال النوبة يهو سلام والسلام يهو بيجيب التنمية وبيجيب التطوير في الجبال أصل لما بكون في سلام بكون في استقرار ما بكون في نزوح ما في زول يعني ما بكون في نزوح ما بكون في تشرد ما بكون في تفلتات أمنية ما بكون في مشاكل الكثير اللي قاعدين يعملوا هسه في الزمن بتاعنا كون مقصودين دايرين حاجة بس لعيال كان جابوا السلام ده أي زول بكون فرحان بمشي نهشه ونعمله كده ده بس